الأخت حياة عندها سؤال، الأخت حياة بارك الله، هل يجوز لأهل العريس يعني اتفقوا على أشياء مهل العروس وقبل العرس تقريبا، هذا اللي فهمته أنهم امتنعوا عن يعني الإيفاء بهذا الشرط، ويعني للأسف بعض الشروط قال لا نفعل كذا ولا نفعل كذا، فماذا ما الحل في هذه المسألة؟ هي المسألة هذه ليست خطيرة، الشروط بصورة عامة التي هي خارج العقد يعني ينظر فيها، إذا كانت شروط عادية يعني فيها إباحة وليست محرمة المفروض أن يعني أن يوفي كل منهما ما اشترطه صاحبه عليه ما لم تكن معصية، هذا الأصل، لأن الأصل في المسلم أن يفي بوعده وعهده، أما إذا كانت المسألة فيها معاصي فلا يصح أن يتفق عليها أولا، وثم إن اتفق على ذلك فلا يصح أن يفي بها الناس، بل لهم أجر في عدم وجودها. وكأني بالسائلة يعني تتحدث عن الشروط العادية المباحة في الشرع، فهذه يجب الوفاء بها طالما تعاهدوا على ذلك. نعم، والله أعلم.